بس هذه ثاني مرة ترى، وأنا أقطع كلامك، أنا قاعد أشوف الحين اللقطات. هذه ثاني مرة قروه يطلع الشباب، يعني ثاني مرة الاتحاد يكون قريب. نعم. الشباب يكون قريب جدا البطولة العربية، وقروه يقول لك ارجع مباراة الاتحاد ما تاخذها من الاتحاد. حارس ما حد يتكلم عن ان قروه، يعني تخيل انت الشوط الاول انتهى 2-0 خلاص. صح، انا اتكلم لك هذا الشيء، يعني رجعهم قروهي، لكن انا بتكلم بانه الشباب قادر على انه ياخذ الدوري السنة ذي لعدة اسباب. اول شيء عدم الاستقرار الفني في الهلال او هبوط مستوى الهلال. ثاني شيء الاتحاد نفس الشيء، لا زال يتكون او فريق الى الان ما هو ثقيل في الملعب وتعثر كذا تعثر. النصر صحيح انه قاعد يتطور واحسن من بدايه الموسم، لكن لا زال النصر فيه ما بعد اخذ الثقه كامله انه يكون. فالشباب فرصته السنة ذي خاصة بدايته الجيدة وحصوله على 22 نقطة من 8 مباريات أنه يكمل ويأخذ الدوري كبطولته المتاحة الوحيدة له هذه السنة. طيب آخذ